الربو أو حساسية الصدر، لا فرق بينهما، وهو مرض شائع يعد كأحد الأمراض المزمنة التي تصيب الشعب الهوائية. ما الذي يحصل عند مريض الربو؟ ما يحدث هو كالتالي: عند تعرض مجرى التنفس لأحد المثيرات سيؤدي إلى التهاب، أي تورم واحتقان في أغشية الشعب الهوائية، تزايد الإفرازات المخاطية مما يؤدي إلى إغلاق جزئي أو كلي لمجرى التنفس، تقلص جزئي أو كلي، وانقباض عضلات القصبة والشعب الهوائية، وكل ما سبق يؤدي إلى إعاقة جريان الهواء في الرئتين، فيشعر المريض بصعوبة في التنفس مصحوب بسعال وأزيز في الصدر، وبالتالي الإحساس بالكتمة وضيق النفس. ما هي أعراض نوبة الربو؟ عند نوبة الربو يشعر المريض بالتالي: ضيق التنفس، السعال المستمر خاصة أثناء الليل أو الصباح الباكر، زيادة البلغم والإفرازات المخاطية، وتختلف شدة الأعراض من مريض إلى آخر أو عند نفس المريض في كل نوبة، فقد تكون بسيطة في نوبة أو خطيرة في نوبة أخرى. هل يوجد علاج تام للربو؟ في الحقيقة نعم، حيث يجتهد الأطباء للسيطرة والتحكم على الربو ومنع حدوث النوبات وأعراض الربو، وذلك بالابتعاد عن المثيرات، وأيضا بالاستخدام الصحيح للبخاخات العلاجية، يتمكن المصاب من ممارسة حياته بشكل طبيعي جدا. طريقة استخدام البخاخ مع اسطوانة الاستنشاق عبر القمع أو المبسم: الاستخدام الصحيح للبخاخ مع الاسطوانة يساعد في وصول الدواء بشكل ممتاز إلى الشعب الهوائية في الرئة ويقوم بتوسيعها. لماذا البخاخ مع الاسطوانة؟ يلعب القمع دور الوسيط لانتقال الدواء من البخاخ إلى الرئتين، حيث تتضح فعاليته مع الأطفال وكبار السن والأشخاص غير القادرين على أخذ نفس عميق بواسطة البخاخ مباشرة، ويفيد بتقليل الأعراض الجانبية لاستخدام البخاخ مباشرة مثل جفاف الفم وبحة الصوت، حيث يعلق بقايا الرذاذ بداخل القمع بدلا من فم المريض. طريقة استخدام الجهاز: أولا، من الضروري علينا أن نتأكد من صلاحية الدواء ومن عدد البخات التي وصفها لنا الطبيب. الآن ننزع الغطاء من العبوة ونتأكد من عدم وجود أي شوائب، نمسكها بشكل عمودي، وفي حالة أن هذه أول مرة نستخدم فيها البخاخ أو أن آخر استخدام كان منذ 24 ساعة، فعلينا بخ بخة في الهواء قبل رجه. ثم نقوم بتركيب البخاخة في فتحة الاسطوانة بكل بساطة. في حالة استخدام القمع نضعه على الوجه، ثم نضغط على قاعدة العبوة، وفي نفس الوقت نبدأ الشهيق لكي يدخل الدواء إلى الشعب الهوائية. نبقي القمع مثبتا على الأنف والفم، ونقوم بالتنفس من 5 إلى 10 مرات مع إبقاء القمع على الوجه. بعد انتهاء أول مرة نزيل القمع، نتنفس طبيعيا، وعلينا الانتظار من دقيقة إلى دقيقتين قبل أن نكرر العملية إذا لزم الأمر. أما في حالة استخدام المبسم، نضع فتحة المبسم داخل الفم مع إغلاق الشفتين تماما، ثم نضغط على قاعدة العبوة لإطلاق جرعة واحدة. مع بداية الشهيق الاستنشاق بصورة عميقة وبطيئة لمرة واحدة. بعد انتهاء أول مرة نزيل المبسم، نتنفس طبيعيا، وعلينا الانتظار من دقيقة إلى دقيقتين قبل أن نكرر العملية إذا لزم الأمر. ولا ننسى أن نغلق غطاء البخاخ ونعيده إلى مكانه لكي يبقى موجودا عند حاجتنا له، ونغسل الفم والحلق جيدا في حالة استعمال أدوية الكورتيزون. وننصحكم بغسل اسطوانة التنفس أسبوعيا، وكل ما علينا عند غسلها هو إزالة الغطاء الأمامي أو القمع أو المبسم من الاسطوانة أو الصمام البلاستيكي، ونغسلها بالماء، ثم نقوم بنقعها في ماء مع صابون لمدة 15 دقيقة، وبعد ذلك نشطفها بالماء ونتركها لتجف أو نجففها بالرج. ولا يمكننا أن نشطفها بالمناديل الورقية أو القماش لأنها قد تترك شوائب. نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من كيفية استخدام البخاخ مع القمع أو المبسم،
شكرا لكم. مدينة الملك فهد الطبية تتمنى لكم دوام الصحة والعافية.